أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس راح نتعلم اثنين أشياء بسيطة في نود جي اس، ولكن في نفس الوقت مهمة وكثير الاستعمال. وفي هذا الدرس راح نبتعد عن المشروع. أعمل نيو فايل وسميها تيست، وهذا الفايل ما راح يكون من ضمن المشروع، فقط نريد نعمل تيست لبعض الأشياء. في النود جي اس عندنا global variable اسمها dir name. الdir name يعني directory name. شنو اللي يعملها هذا ال variable؟ هذا ال variable يعطينا المسار الكامل لهذا الفايل. يعني شنو هذا؟ هذا المشروع اللي عندي وانت عندك في مكان ما في حاسبتك وحاسبتي، يعني في فولدر معين، هذا الفولدر المشروع في حاسبتي، يعني نفس الفولدر المفتوحة في الفيجوال ستوديو كود. المسار الكامل لهذا المشروع هذا، لاحظ درايف اي نود جي اس بوك ستور اي بي اي، يعني هذا المشروع موجودة في درايف اي فولدر نود جي اس وفولدر بوك ستور اي بي اي من حاسبتي. يمكن حاسبتك تختلف المسار. هذا الدير نيم يعطينا المسار، يعني راح اعمل لوج لهذا كونسول لوج اندرلاين اندرلاين دير نيم، افتح التيرمينال نود تيست. هذا الكماند يعمل ران لهذا الفايل للتيست فايل، وفي هذا الفايل انا كتبت كونسول دوت لوج اندرلاين اندرلاين دير نيم على بد نعرف شنو هذا الدير نيم. في التيرمينال اضغط على انتر، لاحظ اعطاني المسار الكامل اي نود جي اس بوك ستور اي بي اي، يعني يعطيك المسار للفايل مالتك. هذا جلوبال فاريبل في نود جي اس، يعني انت من تعمل انستال للنود جي اس في حاسبتك راح تجي مع النود جي اس. سهلة جدا، يعني عرفت الفكرة عنها، ولكن كثير الاستعمال في مشاريع النود جي اس. هاي اول فكرة. الشيء الثاني اريد اشرحها في هذا الدرس الباث موديول. اكتب هنا const path يساوي require path. هذا الباث موديول في نود جي اس، يعني تعتبر كور موديول او بيلت ان موديول. الباث بيها ميثود path.join. هذا الميثود يعمل كومباين لاثنين مسار، يعني شنو هذا؟ اقدر اعطيه اكثر من باراميتر. دير نيم، شنو الدير نيم؟ مثل ما تعرفون الدير نيم المسار الكامل هذا، وراح اعمل نيو فولدر في داخل المشروع واسميها images. اريد اضيف هذا الفولدر الايمجز الى هذا المسار، يعني مسار المشروع. كتبت دير نيم، وفي البارامتر الثاني اعطي اسم الفولدر اللي اريد يضيفها الى المسار. اكتب images بهذا الشكل، لاحظ، وهذا راح يرجع لي مسار جديد. هذا راح يرجع لي مسار جديد، اعطيته الدير نيم المسار الكامل وفولدر الايمجز. اقدر اكتب هنا const images path يساوي، واجي هنا تحت هذا اللوج اكتب console log images path بهذا الشكل node test. لاحظ هذا الايمج باث، يعني سوى كومباين، ضاف هذا فولدر الايمجز الى الدير نيم. هذا الدير نيم، هذا المسار الكامل للمشروع، واني ردد اضيف للمسار المشروع شنو فولدر الايمجز، وهذا اللي سواها الباث. لاحظ جميل جدا. هاي اثنين اشياء شرحتها بهذا الدرس، اشياء يعني سهلة جدا بسيطة جدا، ولكن مهمة جدا في نفس الوقت، تستعمل كثير في مشاريع النود جي اس. بالدرس القادم راح نتعلم كيف نعمل ابلود للصور في نود جي اس، فهذا الفولدر الايمجز خليها عندكم، والتيست بعد خليها عندكم لان راح نحتاجها بعد على مود اشرح بعض الاشياء في الدروس القادمة. شكرا جزيلا لكم، واراكم في الدرس القادم.